وإن بدا المشهد الأمني مختلفاً بالنسبة للمواطنين في محافظة أبين، حيث يؤكد بعضهم على أن المحافظة تشهد تحسناً أمنياً طفيفاً في الفترة الأخيرة. فالجانب الأمني ممتاز جداً، والمواطن يحس بالاستقرار، ويعني في تطور الأفضل صراحة. نحن الآن كمواطنين يعني في المحافظة يعني ممكن نتجول في المحافظة في فترة يعني متأخرة الساعة 8 والساعة 9 في الليل، فطبيعي جدا يعني. فكنا من قبل فترة يعني شيء أمور كانت صعبة جدا عندنا في المحافظة، لكن الآن الحمد لله. وعلى عكس ما يراه بعض المواطنون، يذهب المسؤولون الأمنيون إلى أن الاستقرار الأمني في المحافظة ما يزال نسبيا وبحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الإضافية. مطلوب الاستقرار كله، هو المطلوب توحيد الرؤية السياسية. هذا الآن كل المشاكل بسبب فلان يتبعون فلان وفلان يتبعون، هذه الانقسامات هي أساس الفوضى. إذا توحدت الرؤية السياسية وتوحد الناس كلها على كلمة واحدة، ما عاد بيكون أي فوضى، وبتوحد الأمن وبيكون استقرار دائم بإذن الله. الأمن الذي تحدث عنه المسؤولون وكذا المواطنون يظل واحدا من مطالب الجميع الملحة، وبحاجة لتفعيل دور المراكز الأمنية والشرط في مختلف مناطق ومدن المحافظة، وخصوصا المناطق الشرقية وأيضا مديريات يافع. الوضع الأمني إن شاء الله بدأنا نشتغل على خطوات، خطة معنا خطة مرحلية ننفذها على خطوات، وبدأنا نفعل زنجبار وخنفر، والآن نفعل شقرة ونفعل حور والمحفد، والمنطقة الوسطى معنا لها خطة استراتيجية مستقبلية، ومنطقة أبين يافع مديريات ثلاث سباح ورصد سرار. العمل على الحد من انتشار الفوضى والخروج بالمحافظة من دوامة الصراع التي عصفت بها طيلة سنوات لن يكون إلا بتفعيل دور الأجهزة الأمنية في جميع مديريات المحافظة، والذي أضحى ضرورة حتمية بعد توقف فعالية هذه الأجهزة وتوسع الجماعات المسلحة والعصابات. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.